ليه دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها؟ ليه يضيع بينا الأمان والأمين نفتكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رمين شبكنا في بحرها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكوين الجدران هو ما سنتكلم عليه اليوم في هذه المحاضرة. نذهب إلى الانتري ليفل، سأكون جدران في هذه المنطقة قرب هذا الجريد لاين، فأذهب إلى الهوم ثم أضغط على الوال وأختار نوع الوال الذي ممكن أن أضعه هنا، ثم أتأكد من الهايت، فيعني الجدار هو في الانتري ليفل وارتفاعه إلى السكند ليفل، ثم اختار اللوكيشن اوف لاين فينيش فيس اكستيرير وأثبت تشين، أريده خط مستمر وأريد اوفست عن هذا الجريد لاين وهذا الجريد لاين تقريبا 3 feet، ثم أذهب أضغط على المودفاي لأنتهي من تكوين هذا الجدار. كما ترون كونت هذا الجدار. الآن لإضافة جدران داخلية أذهب أيضا إلى الوال، ومن الوال أختار الجدران الداخلية انتيرير، أريد جدار هنا ألغي التشين وجدار هنا وجدار هنا وجدار هنا. طبعا المسافات ليست يعني تحديد المسافات ليس ضروريا في البدء، لكن بعد تكوين الجدار مثلا اختار هذا الجدار وانظر المسافة التي أريدها، انظر المسافة التي أريدها بين هذا الجدار وهذا الجدار وهكذا، هذا الجدار وهذا الجدار. فمثلا أريد المسافة هنا أحددها 20 فوت، أوكي، وهذه المسافة هذا الجدار عن هذا الجدار 25، وهذا الجدار عن هذا الجدار، وهذا الجدار عن هذا الجدار 15 فوت. هذه هي طريقة تكوين الجدران. ليس المهم في البدء تحديد الأبعاد، لكن بعد تكوين الجدار نستطيع أن نعدل الأبعاد. Modify، اختار الجدار، تظهر هنا مسافات، اختار هذه المسافات وأعدل. أوكي. وبهذا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.